عليكم، حياكم الله. الليلة أبيكم توقفوا معي بس وقف التأمل كذا على عجل، نبي نقارن بين قصتنا مع كورونا وقصة نبي الله يونس مع الحوت. أحب أقول لكم شيء، إن الله سبحانه وتعالى ما أرسل لنا كورونا ليعذبنا، لا، ما أرسل لنا إلا ليرحمنا، ترى رحمة ونعمة، ليدخلنا الجنة إذا تبنا وأنبنا وعدنا إليه. أما قصة مقارنتنا الليلة بين يونس والحوت وعنا كورونا، نبي نتأمل القصة من عدة أوجه. الله سبحانه وتعالى اختار نبي يونس أضخم الكائنات المعروفة اللي هو الحوت. يقال أن وزن الحوت يصل أحيانا 300 طن وانطوله يصل أحيانا إلى 32 متر، يعني كائن مرعب. واختار الله سبحانه وتعالى المكان اللي هو البحر، واختار التوقيت اللي هو الليل، يعني ظلمة ليل وبحر وحوت، أشياء مرعبة ما فيها أكثر رعب من البحر وفي الليل ومع حوت، يعني شيء قمة في الرعب. كما الله سبحانه وتعالى عندما أرسل لنا كائن لا يرى بالعين المجردة، والتوقيت يعني في وضح النهار وفي عز قوتنا ونشاطنا، وأرسله لنا وحنا على وجه الأرض، يعني الأماكن تختلف والتوقيت يختلف والكائن يختلف، يعني يبغانا نفكر ليش الله اختار هذه الأشياء، لماذا؟ ناسب الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نرجع للحوت وكورونا. الحوت ابتلع يونس، يعني يونس دخل في بطنه، بينما كورونا هو يدخل فينا، يعني أيضا العكس. لا إله إلا الله. الحيتان أعدادها قليلة جدا وتكاثرها بطيء جدا، الثانية على العكس تكاثره سريع جدا وأعدادها هائلة ما يعلم بها رب العالمين. الحوت التقم يونس يريد أن يأكله، أما الثانية لا العكس، هو اللي يبغى يأكلنا على صغره. أشهد أن لا إله إلا الله. الحيتان تعيش في أعماق البحار، بينما الفيروسات سبحان الله العظيم ما تعيش إلا على ظهر اليابسة، يعني أيضا العكس. الحيتان في أعماق البحار معروف ومشهور عنها إنها ما تأكل الأشياء الكبيرة، ما تأخذ إلا العوالق التي بعضها أو أكثرها لا ترى بعين المجردة، هذه حقيقة علمية ترى، بينما الفيروس هذا لا يأكل إلا أكبر منه، يعني العكس تماما. من النادر جدا إنك تسمع بإنسان قتل حوت، هذا أندر من النادر حقيقة علمية، بينما يا كثر ما نسمع بالناس اللي قتلتهم الفيروسات، يا كاد يوميا نسمع بهم. شفتوا كيف؟ أشهد أن لا إله إلا الله. قد يكون الفيروس حوالينك وأنت آمن مطمئن، ما أنت خايف لأنك ما تشوفه، بينما الحوت لو أنت في البحر وفي الليل وشفته انقطع قلبك من الخوف. الرب اللي خلق الفيروسات ترى هو اللي خلق الحوت، رب السماوات سبحانه وتعالى، وأعطانا طريقة التعامل مع هالإشكالات. فالرب اللي أنقذ يونس من بطن الحوت، أضخم الكائنات على وجه الأرض في ظلمة الليل من قاع البحر، قادر أن ينجيك من هالفيروس اللي ما يرى بالعين المجردة، من باب أولى أن ينجيك أنت. يقول الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. إيش سوى؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عليكم بظلمة الليل اسجدوا لله وابشروا بالخير وقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نخرج من الأحداث والأشياء المرعبة، كيف نتعامل معها. نتعامل معها بالسجود والدعاء والاستغفار. يقول سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، عليكم بالدعاء وابشروا بالإجابة، ولا تنسون مثل ما قلت لكم هالأشياء هي تقربكم من الله، لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. السلام عليكم، مع السلامة.